حتى يتبين لهم أنه الحق. أول نتيجة حصلنا عليها كانت نتيجة مفاجئة جدا. طلبنا من البرنامج أن يعطينا الكلمات المميزة لكل صورة. ما معنى ذلك؟ تكررت، يعني الكلمات التي لم تذكر إلا في هذه السورة فقط. أيوة نعم. يعني مثلا سورة البقرة، كم كلمة ذكرت فيها لم تذكر في أي سورة أخرى؟ أسميناها كلمات مميزة خاصة بهذه السورة. الحقيقة أنا لم أكن أتوقع، يعني كنت أتوقع أن تجد كلمات مميزة في البقرة، آل عمران، النساء، حتى تصل إلى ما قبل أواخر القرآن. لم أكن أتصور أنك عندما تصل إلى آخر القرآن ستجد كلمات جديدة، لأننا نعلم أن المؤلف مهما كان عظيما له ذخيرة لغوية، فكلما بدأ بالكتابة يستنفذ هذه الذخيرة حتى يصل إلى آخر الكتاب، يبدأ يكرر ما قاله من قبل ككلمات كمفردات. لا يستطيع أن يأتي بكلمات جديدة إلى ما لا نهاية، لأن كلمات لغة محدودة. نعم. يعني مثلا الكلمة التي تجدها تكررت في أول صفحة لا يستطيع أن يحافظ على كل الكتاب، لا يكررها أبدا في كل الكتاب، لابد أن تتكرر. مثلا في القرآن الكريم الموضوع مختلف تماما، سبحانه وتعالى أثبتنا أن كل سورة من سور القرآن تحوي كلمات لم تتكرر ولم تذكر إلا في هذه السورة فقط، من أول القرآن إلى آخره. هذا القانون ينطبق على 114 سورة، و14 سورة. مثال على ذلك، في سورة البقرة هناك أكثر من 800 كلمة خاصة بهذه السورة لم تذكر في أي سورة أخرى. في سورة الفاتحة هناك كلمة إياك لم تذكر إلا في الفاتحة، سبحان الله، وكلمة نستعين لم تذكر إلا في الفاتحة. في القرآن لا توجد هذه هاتان الكلمتان، لم تذكر إلا في سورة الفاتحة فقط. فعندما تدبرت ماذا يمكن أن أستفيد من هذا المعنى، كأن الله يريد أن يقول لك لا تستعين أيها الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى، وكلمة إياك خاصة بالله تعالى لكي لا يشترك أحد معه في كل القرآن. إذن ذكرت مرتين فقط في الفاتحة، وكلمة نستعين ذكرت مرة واحدة في القرآن في الفاتحة. مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله تعالى خص هذه السورة باسم من أسمائه الحسنى لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة، وهو الصمد. نعم. لم يذكر. كلمة يلد ويولد، هاتان الكلمتان لم تذكر إلا في هذه السورة وبالنفي. نعم. لم يلد ولم يولد، لم تذكر أبدا. لماذا؟ مع أنه كان من الممكن أن تذكر في القرآن. نحن في القرآن لدينا ولادة عيسى عليه السلام، ولادة إسحاق وإسماعيل، عندما وهب الله سيدنا إسماعيل لسيدنا إبراهيم. يعني هناك قصص تتطلب أن تذكر كلمة يلد أو يولد. هذه المفردة. نعم. لم تذكر إلا في سورة الإخلاص، قل والله، وبالنفي، ليقول لك الله إنه لم يلد ولم يولد. لا يمكن بالنفي. نعم. لم تذكر بالإثبات، بالنفي. خذ مثلا سورة، أقصر سورة في القرآن، إن أعطيناك الكوثر، سورة قصيرة جدا تتألف من كم كلمة؟ هل فكرت أن تعد كلمات سورة الكوثر مثلا؟ ثلاث آيات هي. نعم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عشر كلمات. عشر كلمات. خمس كلمات لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة، 50%، يعني نصف الكلمات. يعني مثلا أعطيناك لم تذكر إلا في هذه السورة، الكوثر لم تذكر إلا في هذه السورة، شانئك، الأبتر، انحر، خمس كلمات خاصة بهذه السورة. انظر، لو عددت
الكلمات الخاصة بأي سورة سوف تجد أن كل سورة من سور القرآن الله تعالى وضع كلمات خاصة فيها. طب هذا العمل لا يستطيع إنسان أن يقوم به. إذا أنت أمام كتاب وكأنه كتاب مبرمج، من وضع هذا الكتاب يعلم هذه الكلمة يجب أن توضع هنا وهذه هنا وهذا الحرف هنا. لذلك الله تعالى قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. سبحانه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أنزله بعلمه هو سبحانه وتعالى. إذن أنت عندما تقول إن هذا القرآن يحوي إعجاز، أنا أتصور هذه الكلمة قليلة، ينبغي أن لو كان في اللغة كلمة أكثر من إعجاز لاستخدمناها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.